الكرواتي يكشر على الأرياف برأسية الماضي المازل. اسمع وافهم يا مسكين، النمر الفاسي جاء ليفترس، النمر الفاسي جاء ليفترس. وبرافو يا شمس الدين، يرفع كورة على المقاص، تابع الهداف المادي الباسل بالراس. صعب عليك، صعب عليك يا مطابي، جيبها من الشبكة يا مطابي، أمام الهداف المادي الباسل حمزة برسوق، حاضر كذلك على مستوى الخط الأمامي. هل هو حمزة من المادي؟ سأتأكد من اللقطة. نعم هو البادي الباسل، الهداف القادم من الجيش الملكي. هنا يسجل هدف التعادل، لكن شيء ايضا ردة فعل الجمهور، شيء ايضا ردة فعل الجمهور، كأنه يحمس لاعبي موتيما بيمبي لتسجيل الهدف الثاني. هنا النمر جاء للكونغو من اجل الافتراس في الادغال الافريقية.